السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبيز دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا على المنتخب الوطني بعد الفوز الكبير ولو 3 أهداف يعني أمام فريق رغم أنه كان منقوص، بصح شتيلا عنده لعابة تاعو، عنده نجوم، عنده خيارات، عنده نقولوا بلي اليوم لعبنا مقابلة كل لاعبين خاصة في اللاكس، كي نتكلموا على اللاكس اللي يكون بن عمري مع تناسق كبير ما بين بن عمري وماندي، شتيلا كاين نقص على الجهة اليمنى والجهة اليسرى في لاغوش ولا دروات. لازم يكون عندنا بدائل في المستوى، هذه هي، ولا رجوع غلام والاستدعاء فانيك في الجهه، الاستدعاء العروسي، يعني لازم يكون عندنا بدائل، خاطش علاه رانا داخلين وغادي ندخلوا في التصفيات تاع كاس العالم، لازم يكونوا عندك بدائل، هذه اللي نقولها انا. حتى لا كاين كلمي تقول لك، كلمي تقول تهدر كيما نقول لك تكره ليكيب ناسيونال، انت من تبغوا تحرقوا الواحد وصاي. حنا نهضروا فايده للفريق الوطني الجزائري، ماشي نقول لكم ماندي ما كان والو، محرز ما كان والو، فيغولي ما كان والو، مبولحي ما كان والو. حنا نهضروا فايده للمنتخب الوطني الجزائري، نقول بلي جيبوا ذاك فايده، نسيبوهم. شو اليوم كان صايبين بالناصر، انا صايبينهم رغم ان هذا الفريق، هذا نعرفوه، شكون اللي كونه، شكون اللي خدمه، ما خدمه لا زاتشي لا والو. فريق ما زلنا نخدمو بلعابه تاع 2010 والروح طلع من بول حي 2010 2011، ما زلنا نخدمو بهم ولا تغيير. وين نعاودو نولو نتكلمو على فيغولي، وين نقصف بن عطيه بالثقيل بعد النتيجه، وين رد النجم الجزائري سفيان فيغولي بقوة على تصريحات المدافع المغربي المهدي بن عطية الذي تكلم وين عن المستوى الذي ظهر به المنتخب الوطني الجزائري في كأس أمم إفريقيا، وكان بن عطية قد أكد في وقت سابق بأن المنتخب الوطني الجزائري لم يقدم لا شيء ولا شيء في البطولة كأس أمم إفريقيا في المستوى، على الرغم من تتويجه بالبطولة، وعلى الرغم من أن كيفاش، على الرغم من أن المنتخب الوطني الجزائري كان الأفضل هجوميا دفاعيا في البطولة، إلا أن بن عطية لم يعجبه مستوى اللاعبين الخض، ليرد سفيان فيغولي بنشر فيديو عبر انستغرام، وإن أكد فيها الكثير من المواقع الرياضية بأنه رد قوي على تصريحات بن عطية. هذا هو اليوم يشوفوا، سبحان الله، حنايا كما يقول لك عندنا فريق، نقولوا بلي راه عندنا فريق، ما ضيعناش فرص، جاو 3 أوكازيون 3 بيت، يعني كانت المقابلة، نقولوا بلي كانت المباراة اللي كانت في القمة، المباراة اللي كان نقولوا بلي أقوى رد على هذا بن عطية وعلى هذا الناس اللي يشكوا في تتويج المنتخب الوطني الجزائري، ويشكوا ناس اللي يقول لك بلي يشكوا في التشكيك في النجاح تاع المنتخب، ويشنا كيفاش نقولوا بلي كان درس الكيروش لن ينساه، وين الخض أهانوا المنتخب الكاميروني، وين نقولوا بلي المباراة اللي كانت، وهذا كيروش الذي فاز على ماجر في 30 دقيقة عندما لعبت الجزائر ضد إيران. لكن ها هو يرى كيف الجزائر اللاعبين تاع المنتخب الجزائري وين ردوا الاعتبار الماجر بعد المهزلة اللي كان دايرها ماجر. وانا هدرت مي كانت بارديا تلعب، قلت لهم يا ودي الى كولومبيا قاليزات لنا اللي قلنا نجيبو ماجر يدير تغييرات. هذا هو الفريق اللي دائما وين نقولوا بلي كسبنا احنا من بكري كاسبين هذا الفريق،
من بكري كاسمين الفريق محرز في غول ابراهيمي بولحي ماندي بناصر قديورة لاعبين هذو اللي نتمناو ان شاء الله بربي يكون كما يقول لك يكون عندنا يكونوا عندنا بدائل في المستوى ان شاء الله بربي. هذه اللي نقولوها خاطر علاه ما هي سهله، لازم لنا بدائل، لازم لنا بونك في المستوى. راك تشوف لعبة تطاحوا، راحوا مبولحي طاح، قلت لك مبولحي ماندي بن سبعيني الاخر، ما عندكش بدائل انت يطيح لك، ما عندكش بدائل، ما عندناش بونك. لازم تتفهموها يا مش انا كارهين هذو، مانيش كاره انا كيسموه بالماضي ولا بصح شتي اللي قلنا بدائل، انا ما ندورش فيها هدرتي. اللي قلنا اللي قلك البنك، البنك ما عندكش انت عبد اللهوي تتكلى عليه، حتى فرحات غادي تتكلى عليه انت يا ولا فرحات ما يلعبلكش 20 مينيت التاليه كو يدخل يدير لك ديقات، عبد اللهوي يدخل ولا شتي ولا يدير لك ديقات. هاك تشوف بالسبعيني مستوى طالع، خلص بالسبعيني وعطال، خلصونا الشيء ولا يديروا لي روتري معاهم. هو انا هضروا صح شتا كاين، ما نكذبوش على روحنا. لولا الثلاث اهداف اللي كانوا صح ميليو تيرا الشوط الثاني فانيك ما ننساوش اللي لعبه شوط كبير لعبه قديورة، بصح شتي لما قديورة في 33 عام لازم منا فانيك واحد يطالع كيما قديورة، لازم منا لعابه. راني نهدر خاطر كاين بزاف يقول لك هاك او هادو جابوكم يا ودي، لا لازم البنك حتى عليه اللي يخليك البنك. لما عندكش انت ما عندكش ستوك باش تخدم، انت الا ما كاش عندك ستوك باش تخدم اللي يخليك ستوك اللي يخليك لعابه في البنك. ها راه تخل ابراهيمي في بلاصه بلايلي، ما كاش ديفيرونس، ما تشوفش ديفيرونس، ما تشوفش زعما ما تقولش هي ناقصه الجهه تاع بلايلي كان يلعب كان طلع نيفو ولا هي ناقصه، لا رغم ان بلايلي فانيك بلايلي ما لعبش حتى 50%، ما لعبش حتى 50%. لازم نهضروا الصحه ولا تبغوا نكذبوا عليكم ولا ندخلوا على المنافقين ها وراكم ها المنافقين. هضروا باو، هضروا كرة قابولة، هضر بولا صاحبي، هضر شاشت في الميدان، تهضر لي ميليو تيرا بالناصر الشوط الثاني. شو الشوط الثاني الفريق الوطني عرف كيفاش يحافظ على هذه اللي مليحه فانيك، هذه فانيك حاجه نقطه ايجابيه، عرفوا كيفاش يحافظوا على النتيجه واضافه هدف الاطمئنان هدف الثالث. وحنا وين حسيت باللي غادي نكملوا ونفوزوا بالمباراه، والله ما مركاولناش البنت بريمير ميتون، ما مركاولناش، كملنا 2-0 عرفتها باللي غادي نفوزوا بالمباراه. وين الحاجه فانيك نعاودوا نولوا نهضروا لهذا بن عطية الحي المليحة اللي لعبناها، جاونا 3 اوكازيون 3 بيت، هذه اللي كنا نحوسوا عليها على ذنب على ذا بنجاح. تجيك امو تبكي كي تجي عندك البالون وتكون عندك الفرصة، امه تبكي، لازم تبكي امه، والو ما كان زعاقة، امه تبكي، هذه اللي نحوسوا عليها. ما يضرك ضرب كينك، علاه تكره تقول جوار هذاك من علاه هاك يضيع لك يمرك قدام لا يمركي، يضيع خمس ربعه تاع لي بيت، ومن بعد نولوا نبكوا. انا نقولوا فيها ونعاودوا، عندك دو وتروا، لازم دو وتروا، لازم لك دو وتروا، لازم باش الله خاطر على كيشنا ماندي من جيت عطال يلعب، من جيت عطال، وشنا بن سبعيني كوفرا كي على بن سبعيني، بن عمري كوفرا على بن سبعيني، ماشي نقول لك 200%، وماندي كوفرا على عطال 200%. شوف بالك شتو قديورة وين كان يلعب، قديورة على بالك رغم بالك الصعود اللي ما كانش يصعد فيه صورتو في الشوط الأول، وين شويه كان ولا الخلل، ولينا نلعبو ناقص لعاب، وين شاشه ولا يلعب معاه وماندي ما ولاش يزغد ولا يكوفري البلاصه تاع بن عمري، وبن عمري كان يلعب مع بن سبعيني كان يكوفري عليها، على بالك ولا وين على بالك ولا كي يجوا يتريبلوه. على ديك نطالبوا هذا بالطالب بالماضي، يشوف كاين لعابه
يشوف قبل الكوب دي موند، قبل الكاليفيكاسيون تاع الكوب دي موند، على بالنا بلي تلعب هذو هما اللي جابوا كوب دي كوب دافريك هما بصح شتايلا لازم لك لا خاطش علاه ما غاديش نقعدوا نلعبوا، ما غاديش نقعدوا كونت كولومبيا، ما غاديش نلعبوا كونت، غادي نلعبوا كونت في لافريك، غادي نديروا كاليفيكاسيون تاعنا في لافريك، على ذيك يجب الحيطه والحذر، هذه نقولها.